نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقة، وموضوع مهم جدا يعني كل الناس مستنية بكرة يعني ماتش الأهلي، وخلاص ده لقاء مهم جدا للأهلي في البطولة بكرة أمام سان داونز الجنوب أفريقي، ويعني مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. الناس كلها مستنية الحقيقة، كل عشاق النادي الأهلي مستنيين المباراة دي اللي النادي الأهلي ما عندوش فيها اختيار غير إنه يخرج بنتيجة إيجابية. المرة اللي فاتت هنا كانت النتيجة 2-2، علشان يتم التأهل لدور الثمانية لازم الأهلي يكون محقق نتيجة إيجابية في المباراة دي، لأنه الأهلي دلوقتي الثالث في المجموعة عنده 4 نقط، أما سان داونز فهو المركز الثاني وعنده 7 نقط. الهلال السوداني طبعا متصدر المجموعة، والقطن الكاميروني في آخر المجموعة. خلونا نعرف كده آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة غدا. معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير يا كابتن، ويعني لو تحطنا كده في الأجواء هناك، واللعيبة واصلة برضو من يعني رحلة كبيرة 10 ساعات. طيب كابتن هاني، هنحاول نوصل لحضرتك تاني علشان نقدر ان احنا نتابع كواليس يعني النهارده قبل اللقاء المرتقب بكره للنادي الاهلي امام سان داونز، وان شاء الله النادي الاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه ونستمتع بمباراه قويه يكون فيها يعني نتيجه لصالح النادي الاهلي علشان يقدر انه يتاهل لدور الثمانيه. ان شاء الله كل التوفيق وكل الحظ للنادي الاهلي ولكل عشاق النادي الاهلي ان شاء الله بكره يعني يكونوا على موعد مرتقب مع المباراه دي، والاهلي يقدر انه يحقق نتيجه ايجابيه ويصعد لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب كابتن هاني، يرجع لنا يا كابتن، عايزين نعرف الكواليس اللي موجوده دلوقتي في استعدادات النادي الاهلي لمباراه غدا، ومتهيألي رحله شاقه برضو 10 ساعات يعني اللعيبه موضوع مش سهل، والمباراه الساعه 3. طمنا كده ايه الاجواء؟ مباراة صعبة جدا. الفريق النهاردة خاض مرانه الأساسي على الملعب الذي سيحتضن المباراة، اللعيبة كلها في حالة فنية رائعة. يمكن النهاردة كان في مشاركة للثلاثي المصاب عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومعهم أحمد عبد القادر، الثلاثي شارك في التدريبات بصورة طبيعية، يتبقى عمرو مشاركتهم في يد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. كمان حتة الإجهاد كان اتكلم عنها محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، وقال لك خلاص لعيبه النادي الاهلي اتعودت من الخبرات اللي خدتها الفتره اللي فاتت ان هي تلعب كل الظروف دي، وازاي تتغلب على الاجهاد وازاي تتغلب على تلاحم المباريات، والفريق كله ثقه وكله تركيز ان هو يرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا، لان زي ما بقول لحضرتك المباراه الاهم. اي نتيجه على الاقل غير التعادل، يعني لو الاهلي لا قدر الله تعرض للخساره غدا اعتقد ان موقفه هيكون صعب جدا في بلوغ الدور التالي، بالتالي هيكون في مشكلة كبيرة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وهيكون في تغييرات كبيرة جدا. عشان كده دايما بنقول إن مواجهة الأهلي وصن داونز هي أهم مباراة للأهلي. هي بقت قمة أفريقية كده يا كابتن، يعني دايما المجموعات بتجيبهم في وش بعض، والمباراة مش سهلة، يعني سان داونز ما هوش الفريق اللي يعني يستهان بيه. طبعا طبعا، اما بقاله فتره الاهلي خلاص نقدر نقول ان هو بقى متمرس على مواجهه سان داونز للسادسه تقريبا، الاهلي وبيلاعب سان داونز في ادوار مختلفه في بطوله دوري ابطال افريقيا. حتى كان اتكلم النهارده برضو الشناوي على الجزئيه دي. بالنسبه للخبرات، لا الخبرات في صالح النادي الاهلي، لكن سان داونز فريق عنده عناصر جيده مع مدير فني عندهم، هم راحة يقدروا يصنعوا المدير الفني كويس. شفنا موسيماني وبعد كده رولاني لما كمل المشوار بعد موسيماني يحقق نجاحات ايضا، معاهم لعيبه جديده لسه تظهر للمره الاولى في القاره السمراء. اعتقد ان هم فريق جيد جدا، شفناه في المباريات اللي فاتت وشفناه هنا في القاهره امام الاهلي. اعتقد فريق صعب، لكن يبقى الاهلي في النهايه قادر على العوده من جنوب افريقيا نظرا بنتيجه ايجابيه لوجود خبرات كثيره جدا. اللعيبه دي بتلعب، يعني اللعيبه اللي موجوده دي لعبت 3 نهائي دوري ابطال افريقيا، فما اعتقدش في خبرات اكتر من كده، يتبقى فقط التركيز وان يكون التوفيق حالفنا بكره باذن الله. طب يا كابتن، انا عارفه انه في حفله غنائيه، في اجواء كده مختلفه قبل الماتش. بص خليني اقول لحضرتك ان كره القدم مش اللعبه الشعبيه الاولى في جنوب افريقيا، وبالتالي فريق سان داونز واداره سان داونز عشان تقدر تعمل جذب للجماهير عملت التذاكر مجانا، وكمان قبل المباراه هيكون في حفل غنائي عشان تقدر تجيب اكبر عدد ممكن من الجماهير، وبيلبسوا التيشيرت الاصفر وبيبقى الاجواء هناك
كرنفاليه يعني اخر حاجه زي ما بنقول. وبنتكلم في فكره كمان ان الجمهور هناك يعني مش متحمس لكره القدم، فبالتالي الاداره لازم تدور له على حاجه تجذبه بيها، وبالتالي كان قرار الحفل الغنائي. ودي مش اول مره تحصل، حصلت قبل كده. وده ما يشتتش اللعيبه يا كابتن هاني؟ ما يشتتش اللعيبه قبل المباراه؟ اللعيبه ما بتسمعش، اللعيبه ما لهاش علاقه. ده الحفل قبل انطلاق المباراه بتبقى لسه اللعيبه سواء لعيبه سان داونز او لعيبه النادي الاهلي بيكونوا لسه فوق الاقامه، ما حدش فيهم اتحرك. الحفل بيكون قبل المباراه ساعتين او ثلاث ساعات على الاقل. طيب التشكيل المتوقع يا كابتن هاني غدا؟ التشكيل المتوقع طبقا للمحاضره الاخيره والتدريبات اللي يعني اللي عرفناها من هناك من مصادرنا في جنوب افريقيا كان هيبقى محمد الشناوي حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني ونعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، في وسط الملعب رباعي اليو ديانج حمدي فتحي مروان عطيه ومعاهم الجزائري كندوسي، خط الهجوم هيكون طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. كولر بيفكر يامن منطقه وسط الملعب باكبر عدد ممكن من اللعيبه، ان هو تفكيره الاول في التعادل، لو قدر يحقق المكسب هيبقى كويس، ما قدرش على الاقل ما يخسرش الثلاث نقاط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وطبعا كل التوفيق للنادي الأهلي غدا في المباراة أمام سان داونز الجنوب أفريقي.